أحباب الأعزاء من قناة أحباب الرسول للكتاب المسموع، ما عدنا اليوم مع شخصية جديدة من كتاب صور من حياة الصحابة، تأليف الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. وصاحب شخصية اليوم هو النعمان ابن مقرن المزني. إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا، وإن بيت بني مقرن من بيوت الإيمان. عبد الله بن مسعود. كانت قبيلة مزينة تتخذ منازلها قريبا من يثرب على الطريق الممتدة بين المدينة ومكة، وكان رسول صلوات الله وسلامه عليه قد هاجر إلى المدينة، وجعلت أخباره تصل تباعا إلى مزينة مع الغادين والرائحين، فلا تسمع إنه إلا خيرا. وفي ذات عشية جلس سيد القوم النعمان ابن مقرن المزني في ناديه مع إخوته ومشيخة قبيلته، فقال لهم: يا قوم، والله ما علمنا عن محمد إلا خيرا، وما سمعنا من دعوته إلا مرحمة وإحسانا وعدلا، فما بالنا نبطئ عنه والناس إليه يسرعون. ثم أتبع يقول: أما أنا فقد عزمت على أن أغدو عليه إذا أصبح، من شاء منكم أن يكون معي فليتجهز. وكأنما مست كلمات النعمان وطرا مرهفا في نفوس القوم، فما أن طلع الصباح حتى وجد إخوته العشرة وأربعمائة فارس من فرسان مزينة قد جهزوا أنفسهم للمضي معه إلى يثرب للقاء النبي صلوات الله وسلامه عليه والدخول في دين الله، بيد أن النعمان استحى أن يفد مع هذا الجمع الحاشر على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحمل له وللمسلمين شيئا في يده. لكن السنة الشهباء المجدبة التي مرت بها مزينة لم تترك لها ضرعا ولا زرعا، فطاف النعمان بيته وبيوت إخوته وجمع كل ما أبقاه لهم القحط من غنيمات، وساقها أمامه وقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلن هو ومن معه إسلامهم بين يديه صلى الله عليه وسلم. اهتزت يثرب من أقصاها إلى أقصاها فرحا من النعمان بن مقرن وصحبه، إذ لم يسبق لبيت من بيوت العرب أن أسلم منه 11 أخا من أب واحد ومعهم 400 فارس. وسر الرسول الكريم بإسلام النعمان أبلغ السرور، وتقبل الله جل وعز غنيماته وأنزل فيه قرآنا فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. انضم النعمان بن مقرن تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه غزواته كلها غير وان ولا مقص. ولما آلت الخلافة على الصديق وقف هو وقومه من بني مزينة وقفة حازمة كان لها أثر كبير في القضاء على فتنة الرد. ولما صارت الخلافة إلى الفاروق كان النعمان بن مقرن في عهده شأن ما يزال التاريخ يذكره بلسان ندي بالحمد رطب بالثناء. وبيد القادسية أرسل سعد بن أبي وقاص قائد جيوش المسلمين وفدا إلى كسرى يزدجرد برئاسة النعمان ابن مقرن ليدعوه إلى الإسلام. ولما بلغوا عاصمة كسرى في المدائن استأذنوا بالدخول عليه فأذن لهم، ثم دعا الترجمان فقال له: سلهم، ما الذي جاء بكم إلى ديارنا وأغراكم بغزونا؟ لعلكم طمعتم بنا واشترأتم علينا، لأننا تشاغلنا عنكم ولم نشأ أن نبطش بكم. فالتفت النعمان ابن مقرن إلى من معه وقال: إن شئتم أجبته عنكم، وإن شاء أحدكم أن يتكلم آثرته بالكلام. فقالوا: بل تكلم. ثم التفتوا إلى كسرى وقالوا: هذا الرجل يتكلم بلساننا فاستمع إلى ما يقول. فحمد النعمان الله وأثنى عليه وصلى على نبيه وسلم، ثم قال: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه، وعدنا إن أجبناه إلى ما دعانا إليه أن يعطينا الله خير الدنيا والآخرة، فما هو إلا قليل حتى بدل الله بيقنا سعة وذلتنا عزة وعداوتنا إخاء ومرحمة. وقد أمرنا أن ندعو الناس إلى ما فيه خيرهم وأن نبدأ من يجاورونا، فنحن ندعوكم إلى الدخول في ديننا، وهو دين حسن الحسن كله، وحض عليه وقبح القبيح كله وحذر منه، وهو ينقل معتنقيه من ظلام الكفر وجوره إلى نور الإيمان وعدله. فإن أجبتمونا إلى الإسلام خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه، ورجعنا عنكم وتركناكم وشأنكم، فإن أبيتم الدخول في دين الله أخذنا منكم الجزية
وحميناكم فإن أبيتم أعطاء الجزية حاربناكم. فاستشاط يزدجرد غضبا وغيظا مما سمع وقال: إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى منكم ولا أقل عددا ولا أشد فرقة ولا أسوأ حالا، وقد كنا نكل أمركم إلى ولاة الضواحي فيأخذون لنا الطاعة منكم. ثم خفف شيئا من حدته وقال: فإن كانت الحاجة هي التي دفعتكم إلى المجيء إلينا، أمرنا لكم بقوت إلى أن تقص الديارك، وكسونا سادتكم ووجوه قومكم، وملكنا عليكم ملكا من قبلنا يرفق بكم. فرد عليه رجل من الوفد ردا أشعل نار غضبه من جديد فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، قوموا فليس لكم شيء عندي، وأخبروا قائدكم أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه ويدفنكم معا في خندق القدسية. ثم أمر فأتى له بحمل تراب وقال لرجاله: حملوه على أشرف هؤلاء وسوقوه أمامكم على مرأى من الناس حتى يخرج من أبواب عاصمة ملكنا. فقالوا للوفد: من أشرفكم؟ فبادر إليهم عاص بن عمر وقال: أنا. فحملوه عليه حتى خرج من المدائن، ثم حمله على ناقته وأخذه معه لسعد بن أبي وقاص، بشره بأن الله سيفتح على المسلمين ديار الفرس وملكهم تراب أرضهم. ثم وقعت معركة القادسية واقتض خندقها بجثث آلاف القتلى، ولكنهم لم يكونوا من جند المسلمين وإنما كانوا من جنود كسرى. لم يستكين الفرس لهزيمة القادسية، فجمعوا جموعهم وجيشوا جيوشهم حتى اكتمل لهم 150,000 من أشداء المقاتل. فلما وقف الفاروق على أخبار هذا الحشد العظيم، عزم على أن يمضي إلى مواجهة هذا الخطر الكبير بنفسه، ولكن وجوه المسلمين ثنوه عن ذلك وأشاروا عليه أن يرسل قائدا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر الجليل. فقال عمر: أشيروا علي برجل لأوليه ذلك الثغر. فقالوا: أنت أعلم بجندك يا أمير المؤمنين. فقال: والله لأولين على جند المسلمين رجلا يكون إذا التقى الجمعان أسبق من الأسنة، والنعمان ابن مقر المزني. فقالوا: هو لها. فكتب عليه يقول: من عبد الله عمر ابن الخطاب إلى النعمان ابن مقر، أما بعد، فإنه بلغني أن جموع من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهوان، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا تطئهم وعرا فتؤذيهم، فإن رجلا واحدا من المسلمين حب إلي من 100,000 دينار والسلام عليه. هب النعمان بجيشه للقاء العدو وأرسل معه طلائع من فرسانه لتكشف له الطريق. فلما اقترب الفرسان من نهوند توقفت خيولهم فدفعوها فلم تندفع، فنزلوا عن ظهورها ليعرفوا الخبر، وجدوا في حوافر الخيل شظايا من الحديد تشبه رؤوس المسامير. فنظروا في الأرض فإذا العجم قد نثروا في الدروب المؤدية إلى نهوان حسك الحديد يعوق الفرسان والمشاة عن الوصول إليها. أخبر الفرسان النعمان بما رأوا وطلبوا منه أن يمدوهم برأيه، فأمرهم بأن يقفوا في أماكنهم وأن يوقدوا النيران في الليل يراهم العدو، وعند ذلك تظاهرون بالخوف منه والهزيمة أمامه ليغروه باللحاق بهم وإزالة ما زرعه من حسك الحديد. وجازت الحيلة على الفرس، فما أن رأوا طليعة جيش المسلمين تمضي منهزمة أمامهم حتى أرسلوا عمالهم فكنسوا الطرق من الحسك، فقر عليهم المسلمون واحتلوا تلك الدروب. عسكر النعمان بن مكرم بجيشه على مشارف نهوان وعزم على أن يباغت عدوه بالهجوم، فقال لجنده: إني مكبر ثلاثة، إذا كبرت الأولى فلتهيئ من لم يكن قد تهيئ، وإذا كبرت الثانية فليشدد كل رجل منكم سلاحه على نفسه، فإذا كبرت الثالثة فإني حامل على أعداء الله فاحملوا معي. كبر نعمان بن مكرم تكبيراته الثلاث واندفع في صوف العدو كأنه الليث عادية، وتدفق وراءه جنود المسلمين تدفق السيل، ودارت بين الفريقين معركة ضروس قلما شهد تاريخ الحروب لها نظيرا. فتمزق جيش الفرس شر ومزق، وملأت قتلاه السهل والجبل، وسالت دماؤه في الممرات والدروب، فزلق جواد النعمان بن مكرم بالدماء فصرع، وأصيب النعمان نفسه إصابة قاتلة
فأخذ أخوه اللواء من يده وسجاه بردة كانت معه، وكتم أمر مصرعه عن المسلمين. ولما تم النصر الكبير الذي سماه المسلمون فتح الفتوح، سأل الجنود المنتصرون عن قائدهم الباسل النعمان بن مقرن، رفع أخوه البردة عنه وقال: هذا أميركم، قد أقر الله عينه بالفتح، وختم له بالشهادة. رحم الله النعمان بن مقرن المزني.